في 12 من شهر ربيع الأول من كل عام يحتفل المصريون بميلاد سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تعبيرا عن فرحهم ومحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وتأخذ مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف أشكالا كثيرة، وتقدم محلات الحلوى أصنافا مخصصة للمولد النبوي الشريف، وتكتسي الشوارع بشوادر الحلوى، وتشهد إقبالا كبيرا من المواطنين رغبة منهم في إحياء ذكرى ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد بدأت الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف في عهد الدولة الفاطمية عام 973 هجريا على يد الخليفة المعز لدين الله. وفي أثناء الحملة الفرنسية على مصر شهد نابليون بونابرت اهتمام المصريين بالنبي صلى الله عليه وسلم وحبهم له وحرصهم على إحياء مولده، فأمر بصناعة حلوى المولد وتوزيعه على الناس حتى يتودد للشعب ويستعطفه. ولم ينقطع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف منذ الفاطميين حتى الآن، ومع قدوم الثورة 23 من يوليو عام 1952 اهتمت الدولة المصرية بذكرى المولد النبوي اهتماما كبيرا، ومنحت يوم المولد أجازة رسمية.